say that exosomes are. دعوني أقول إن الإكسوزومات حازت على الكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة، وذلك لقدرتها على تحسين نوعية البشرة بفضل دورها في التواصل بين الخلايا وقدرتها على حمل الجزيئات النشطة بيولوجياً كالبروتينات والدهون والأحماض النووية. وبإمكان هذه الجزيئات أن تؤثر على السلوك الخلوي وتعزز إصلاح الأنسجة وتنظم مختلف العمليات البيولوجية. وبطريقة ما بإمكاننا فعلاً تجديد البشرة. دعيني أشير إلى أن أي أحد بإمكانه أن يكون مرشحاً جيداً، لأنه حتى بعد أن يجري المريض جراحة تجميلية على سبيل المثال بإمكانه استعادة حجم وجهه، لكن نهب أيضاً التركيز على ملمس البشرة. بالتالي ما تفعله الإكسوزومات بالضبط هو تعزيز عمل هذه الخلايا وكل الإجراءات النشطة بيولوجياً، كما ستحفز صناعة الكولاجين. وكما يعلم الجميع يشكل الكولاجين البنية الأساسية التي تساعد على الحفاظ على صحة بشرتنا ومن دون أي تجاعيد وكأن شيئاً لم يمسها. بالتالي بإمكان معظمنا أن يكون مرشحاً جيداً لهذه العملية، علماً أنه بإمكانها أن تتحلى بتأثيرات أخرى مثل ضبط الاستجابة المناعية في البشرة. وبذلك تساعد الإكسوزومات في تحسين تأثير أمراض جلدية مثل حب الشباب والعد الوردي والأكزيما، بالتالي ستسهم في توازن الالتهاب الجلدي وتخفف من وطأته، وبعد ذلك تحسن البشرة في هذه الحالة. بإمكان الإكسوزومات الإسهام أيضاً في التخفيف من فرط التصبغ تحت العين، لأنها تستطيع أن تخلق التوازن في إنتاج الميلانين وتحفيز إنتاج الخلايا الكيراتينية. كما تسهم هذه الإكسوزومات في مساعدة الناس على الحفاظ على صحة بشرتهم.